منزل أحد منازل في بلد قلعة مضيق من ريف حماة الذي تم تخريبها على أيدي العصابات الأسدية والميليشيات الأسدية. هذا ما يحصل في كل بلدة وفي كل قرية يتم هجمتها ومداهمتها من قبل العصابات الأسدية والجيش الأسدي الغادر. هذا المنزل قام العصابات الأسدية بتدميره على الكامل بشكل كامل. حرقوا الأساس وكسروا الأساس. أيضا قاموا بسكب المؤن من الزيوت ومن سمون ومن مواد غذائية. أيضا قاموا بتخريب غرف النوم وتكسير أساس البيت بشكل كامل. أيضا إلى ذلك إضافة إلى ذلك قاموا بسرقة العديد من الأشياء السيمة التي كانت موجودة في المنزل. يعني كان عملهم على أساس عصاباته وليس أمنه وليس بدافع الأمن. هذا صاحب المنزل الذي تم تخريبه جرمه الوحيد أنه يدعو إلى التظاهر ويدعو إلى المطالب بإسقاط النظام أو تغيير النظام. هذا هو جرمه. هذا هو الجزاء الذي عقب من أجله. أحد غرف الذي تم تخريبها وتدميرها بشكل كامل. هذه الغرفة كانت مملوءة بالأساس، مملوءة بالأشياء. قاموا بسرقة قسم منها والباقي الذي لم يستطيعوا سرقته قاموا بتخريبه وتكسيره. انظروا إلى المؤن المسكوب على الأرض. تمام.